انت حاورت بن جدلان؟ اي تحاورت من زمان كان الموضوع. يا بن جدلان والدنيا مداها طويل كذا. يلا يا بن جدلان والدنيا مداها طويل، عسانا من اللي يكسبها الاخره. الصعاليك سياد الكلام الجميل لعبوا في شفوف العالم الفاخره. قال هو الله يعفى منه. يا ابن علوش يا وجه الرضية الدليل، جامع كل زوج اثنين في الباخرة. ما يقول الفقير إلا الكلام القليل، ما معه ذخر مدري لابد الآخر. الله يرحمه. الله يرحمه. ليش عندي إحساس أنه في جزء من بن جدلان ساكن فيك؟ لأني أنا عشت مع بن جدلان فترة. وش اللي بقى منه؟ بقى واجد من سعد بن جدلان. سعد كإنسان يعني نظرة سعد للحياة غير مختلفة. على بساطتها، على أنها عميقة جدا يعني. سعد يحب الناس، سعد ما يتأثر بكلام الناس، سعد ما يوقف عند الناس اللي يعارضونه وينتقدونه. سعد بن جدلان في مسيرته كلها ما تلقى قصيدة سب أو قصيدة فيها سعد بن جدلان غاضب، تلقاه خذلان عاتب. بس هذا أقصى حدوده في عالم الشعر، دائما ياخذ الشعر للعالم الجميل، ما يوديه العالم هذا بحد ذاته. نظر المسيرة هذه يعطيك تعليم إذا أنت جاهز للتعلم.